أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن توجيهات جلالة الملك المفدى أيده الله ورعاه والجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كان لها الدور الأبرز في تحقيق النتائج الإيجابية للإقفال نصف السنوي للوزارات والأجهزة الحكومية للفترة المنتهية في 30 من شهر يونيو الماضي. للمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الدكتور عبد العزيز أبول، عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى. مساء الخير دكتور عبد العزيز، أشكرك على قبول الدعوة في نشرة الثالثة. ما هي قراءتكم لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والأجهزة الحكومية مقارنة بالعام الماضي؟ شكرا جزيلا سيدي الاخ العزيز على الاستضافه، والحقيقه نحن نتشرف دائما بالحديث مع تلفزيون البحرين والاعراب عن كل هذا التطور وشعورنا بان احنا يعني البحرين في يد امين الحقيقه في يد جلاله الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر. الحقيقه البيانات التي تم نشرها في هالايام عن النتائج النصف السنويه، اولا اسمح لي ان اشيد ب النهج الذي اتبع. اولا هي شفافيه راقيه جدا، الحكومه تقول نصف السنه الان الحاليه عندنا هذه المؤشرات، وممكن طبعا الناس تراقب وتحاسب وتشوف انه نصف السنه الثاني من هل في تحسن مع النصف الاخر من السنه ام لا، بس هذه كاشاره هي حتما سترسل اشارات ايجابيه للخارج وترسل اشارات ايجابيه لابناء البحرين لمعرفه كيف تسير الاداره الماليه في البحرين. احنا الحقيقه نود ان يعني انا باسم اللجنه ايضا وباسمي شخصيا اود ان اشيد بهذه الشفافيه الراقيه وبنهج الحرص على عدم النسيان والاستمرار في الحرص على تحقيق التوازن المالي، رغم ان البحرين تمر بظروف يمر فيها العالم كله، تحتاج تنفق على معالجه الجائحه، ايضا تحتاج ان تستمر في الانفاق لتعزيز النمو في للقطاع الخاص وايضا في ضغط النفقات. كملاحظه رئيسيه، رغم كل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الانفاق، الحكومه الموقره نجحت في خفض المصروفات العامه بنسبه 4%، وبالاخص نجحت في خفض المصروفات المتكرره بنسبه 2%. لكن مع ذلك نلاحظ انه هناك استمرار في توظيف البحرينيين في الحكومه، وهناك استمرار على الجائحه، الانفاق على الجائحه، واستمرار ايضا في الانفاق على البنيه التحتيه، مما يعني ان الحكومه الموقره الحقيقه وفي هذا الاطار طبعا نتوجه بالشكر الجزيل لصاحب السمو ولي العهد رئيس الملكي الامير سلمان على يعني ادارته الحكيمه لهذا الشان، وايضا لمعالي وزير الماليه لان فعلا في حرص شديد على الموازنه وعلى تحقيق الاهداف الاقتصاديه وضبط الاداء المالي، وهذا يشير الى اننا يعني نسير باتجاه ايجابي ان شاء الله. نعم يعني دكتور عبد العزيز، كما ذكرتم هناك العديد من النقاط الايجابيه في هذا التقرير، يعني ما تاثير هذه النتائج على المدى البعيد على الوضع المالي والاقتصادي لمملكه البحرين؟ حتما هناك تاثيرات ايجابيه رغم ارتفاع الايرادات الحكوميه، لكن الحكومه لم تنسى انها تحتاج الى موازنه يعني الوضع المالي، بالتالي عملت على خفض العجز. احنا دائما البحرين كان عندها عجز في الميزانيه، الان الميزانيه العجز انخفض بنسبه 35%، هذا سيرسل اشارات ايجابيه لكافه المنظمات التي يعني تتابع موضوع التصنيف الائتماني لمملكة البحرين، وأيضا للمؤسسات الدولية التي تنظر للبحرين على أساس أن الدين العام أين يتجه، العجز أين يتجه، ما هي الاتجاهات التي تأخذها الحكومة. هذا سلسلة إشارات إيجابية وأكيدة للجهات الخارجية وأيضا للداخل، يطمئن بأن الأمور في يد أمينة، وأن هناك حرص شديد على رغم الحاجة للإنفاق واستمرار النمو، لكن هناك أيضا ضبط للإنفاق وتوجيهه للمحتاجين مباشرة أو للقطاعات المهمة. يعني مثلا أنا أريد أن أشير إلى رغم الإنفاق، رغم خفض النفقات في النفقات المتكررة، لكن لم يتأثر ولا موظف، الحكومة لم تتخلى عن الموظفين، بالعكس زادت من توظيف الشباب البحرينيين، استمرت في الإنفاق على البنية التحتية، وهذا مؤشر مهم جدا لأن الإنفاق على البنية التحتية يشجع على مزيد من الاستثمارات، يبرز أن هناك استقرار مالي. العديد من المؤشرات التي ستصل للخارج
وان شاء الله سوف نرى انه ردود افعال هيئات التصنيف تكون ايجابيه، وسوف يتحسن فعلا تصنيف البحرين الى درجه اعلى ان شاء الله. دكتور عبد العزيز ابو العضو مجلس الشورى وعضو لجنه الشؤون الماليه والاقتصاديه في المجلس، شكرا جزيلا لك.